بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عزيزات المشاهدات، أعزائي المشاهدين، يطيب لي لقياكم في حلقة جديدة من برنامج وقفات. وقفة اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غنشوف فيها كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم وصانا على الأم، وغنتسائل وغنقول في أي مكانة وضعت السنة النبوية، وكيفاش الصحابة والتابعين والعلماء الأجلاء وعباد الله المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش شافوا الأم وكيفاش تعاملوا معها. هذه الأم اللي عانت في الحمل، كتاكل من الجسد ديالها باش كتربي الجسد ديالك داخلها، اللي عانت في الولادة وألم الولادة اللي كتعتبر ثاني أفضع ألم في العالم بعد الموت حرقا، اللي تألمت بزاف وهي كترضعك، واللي سهرات بزاف واخا انت مريض واخا انت صحيح، اللي علماتك تلعب وشرات لك اللعاب وهرستي بهم الزجاج ديال المنزل وهرستيهم هما وهرستي بزاف ديال الحوايج، اللي علماتك الكتابه وكتبتي لها في الجدران ديال الحائط ديال المنزل وخربتيه، اللي مشات معاك المؤسسه والمدرسه وجلست معاك حتى ولفتيها، اللي كتخاف عليك واللي كتموت حسره عليك واللي حياتها كلها الم وترقب انك تكون انت الافضل. ومن عائشة رضوان الله عليها كتروي لنا وكتحكي لنا أن جات عندها واحد السيدة وعندها جبنيات، جوج صبيات صغارات، فهذيك المسكينة أعطتها أم عائشة ثلاثة ديال التمرات، يعني واحدة لها وجوج لبنياتها، فأعطت واحدة للبنت الأولى وأعطت واحدة للبنت الثانية، والأم مسكينة جات تقسم هذيك التمرة باش تاكلها، فالبنيات شافوا فيها وبغاو هذيك التمرة، فأعطت النص الأول لهذيك البنية الصغيرة وأعطت النص الثاني للبنيه الاخرى وبقات هي بلاش. فمن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قصات عليه ام عائشه رضوان الله عليها على النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصه العجيبه، قالت لي يا رسول الله جات عندي واحد السيده وشنو دارت وشنو دارت وعطات البنيات وبقات هي بلاش. فالنبي صلى الله عليه وسلم شنو قال؟ بماذا بشرها؟ قال لها ان الله تعالى يضمن لها الجنه او انه يعتقها من النار، اما تعتق من النار اما تدخل الجنه بهذاك الصانية بهذاك الحنان ديال الامومه. النبي صلى الله عليه وسلم من يسال الصحابه رضوان الله عليهم من احق الناس بصحابتك، شكون اللي يكون اقرب ليا في هذه الحياه هذه يكون هو الصاحب ديالي؟ قال لي امك. قال لي ثم من يا رسول الله؟ قال لي في المره الثانيه امك. قال لي ثم من يا رسول الله؟ قال لي امك للمره الثالثه. قال لي ثم من يا رسول الله؟ قال لي ثم أبوك في المرتبة الرابعة. يعني شوفوا المكان العظيم اللي كتوضع السنة للأم. والنبي صلى الله عليه وسلم تسول مرة أخرى أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ شكون هو الإنسان اللي أعظم حق على المرأة؟ قال لهم زوجها وراجلها. المرأة أعظم الناس حقا عليها هو الزوج ديالها. يعني نفس السؤال ثم قيل له وعلى الرجل، بمعنى أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ فقال لهم أمه. المرأة أعظم الناس حقا عليها هو الزوج ديالها، والرجل أعظم الناس حقا عليه هي الأم دياله، لأن هي التي تعبت في تربيته وهي اللي كتبقى تسأل الحقوق إلى مماتها، بل حتى من بعد الممات ديالها. سيدنا ابن عباس كيقول ما علمت عملا أحب إلى الله وأكثر أجرا من بر الوالدين. قال لهم أنا بعدا ما عارف شي حاجة اللي كيبغيها الله وفار أجر كثير أكثر من بر الوالدين. أبو هريرة رضي الله عنه كان من كيفيق الصباح قال لك يسلم على الأم ديالو كيقول سلام الله عليك، كيشكرها. شنو كيقول لها؟ رحمك الله يا من ربيتني صغيرة. وباش كتجاوبو حتى هي كتقول لي سلام الله عليك يا من بررتني كبيرة. الله يرحمك أمي ربيتني صغير، وهي كتقول لي الحمد لله حتى أنت راك بررتني وأنت كبير. واحد العالم كيتسمى حيوة، هذا العالم هذا كان من العلماء الكبار الذي تشد اليه الرعال، كيجوا الناس عنده من بعد باش يقراوا عنده، فكيكون في المجلس ومعه الامراء ومعه الاكابر ومعه الناس غير اللي هما هما وجالسين معاه وكيتصنتوا العلم ديالو بالالاف المؤلفه كيتصنتوا ليه، فمن وراه كيسمع النداء. شنو كتقول للام ديالو؟ قم اطعمي الدجاج، نوض وكل الدجاج. فكينوض حاضر راسو كيمشي وكل الدجاج وغسل يديه ويرجع يكمل الدرس امتثالا لأمر أمه. علي بن الحسن كيحكي لنا الزهري عليه كان كيقول ليه سيدنا الزهري علاش ما كتاكلش مع الأم ديالك في إناء واحد في طبسيل واحد في ماعون واحد؟ فكيقول ليه علي بن الحسن أما كنقدرش ناكل معاها في إناء واحد، لحقاش نخاف الأم ديالي تشوف شي دغمة ولا شي لقمة زوينة تبغيها ونسبقها وناخدها ليها. شوفوا هاد الناس كيفاش كان كيشوفوا في الأم ديالهم
كيفاش كان كيعتبروا منزلة ديال العظيمة، وكيمتاتلو السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وكيحطوها في مرتبة عالية. ومن خيرة الأنبياء عليهم السلام سيدنا عيسى بن مريم، اللي كتذكروا لنا سورة مريم، من بعد ما كيفتخر أن الله اختاره كعبد له وكنبي وأوحى إليه الكتاب، أول خلق كيفتخر به سيدنا عيسى كيقول: وبرا بوالدتي، أنه بر بوالدته. في الحلقة القادمة عزيزات المشاهدات أعزائي المشاهدين نشوف إن شاء الله مكانة الأب في الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.